نحتفي هذه السنة بالدورة 12. وهذه الاستمرارية جات بواحد العديد ديال المجهودات ديال الأصدقاء، سواء يعني من داخل الجمعية وإدارة المهرجان والأسرة ديال الإعلام المحلية مدينة طنجة اللي صبحت هي جزء من عائلة ديال المهرجان. أن هذه الجائزة ديال طنجة الكبرى للشعراء الشباب هي صبحت جائزة قوية جدا، بغض النظر على 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 أنهم كيتأهلوا من بعد ما كياخذوا الجائزة وكنحفزوهم إلى آخره، فحتى الجائزة التي يعني الشهرية اللي كتقدمها وزارة الثقافة بنفسها غالبا ما كنعلنوا على الفائزين في هذه الدورة. هذه الدورة اللي موراها وزارة الثقافة أو بعض المؤسسات الشعرية في المغرب كتعلن على نفس الأسماء. المهرجانات السنة هذه غادي يكون ما بين الفترة 22 23 24 نوفمبر بالقاعة النادي الملكي الزورق الشرعية اللي كتواجد في مارينا باي. المهرجان اخترنا لهذا السنة شعار ديال الشعر جسر تواصل وثقافة دبلوماسية. من خلال هذا الشعار هذا تمنا واحد البرنامج كيضم واحد العديد من الأسماء الشعرية المغربية والدولية من مختلف المشارب والحساسيات والتمظهرات الشعرية اللي كاينين. إن شاء الله في إطار هذه الأمسية أيضا كاين فقرات موسيقية اللي كيتم التطعيم بها ديال البرنامج، وهذه مناسبة باش أننا نباركوا الفائزين بجائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب، وما ننساوش أننا نشكروا الشركاء الرسميين ديال مهرجان طنجة الدولي للشعر على رأسهم ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكالة تنمية الأقاليم الشمال، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجامعة طنجة، ومجلس العمالة، والمقاطعة طنجة المدينة، ومقاطعة بن مكادة، ومقاطعة مغوغة، والنادي الملكي للزوارق، ومكتبة لاكولومب. وطبعا الشكر موصول للرجال ونساء الإعلام على الدعم المستمر والدعم ديالهم الدائم للمهرجان بالحضور والتغطية، سواء على المستوى ديال الفعاليات سواء على المستوى ديال مسابقة جائزة طنجة. وشكرا جزيلا لكم كلا بإسمه. فكان الفائز في فئة الشعر الفصيح هو الشاعر عثمان سليم من مدينة فاس، مع التنويه بعبد الحق بن مادن بن ملال وابو بكر والسلام من سيدي عبد المؤمن من شيشاوة. وكانت النتيجة بالنسبة لجائزة صنف الزجل، الفائزة هي الزاجلة نعيمة الضميري من سيدي محمد أخدم إقليم الجديدة. وكان الفائز من صنف جائزة الأمازيغي هشام محرر من مدينة قرسيف. فكل التنويه والتقدير للفائزين، وكل الشكر والثناء للمشاركين، كما ذهبت يعني الجمعية على تنظيم مسابقة شبابية لتشجيع الشباب على الإبداع والاكتشاف المواهب واكتشاف الأقلام الرائدة في ميدان الشعر. أعلنت الجمعية عن مسابقة الشعر، وكانت طبعا مفاجأة، يعني كانت المشاركات واعدة، وكانت الأقلام رصينة، وكانت الصور عميقة. وككل سنة يعني سيحتفل المهرجان بالفائزين في صنف الشعر الفصيح والأمازيغي والزجل، فيبدع المهرجان من جديد في هذه السنة ليترك بصمة إبداعية أدبية في قلب هذه المدينة المبدعة. غادي تنظم إن شاء الله أيام 22 23 24 نوفمبر بنادي الزوارق الشراعية مارينا باي طنجة. اخترنا هذه القاعة من أجل المساهمة أيضا في التسويق للصورة التي وصلت إليها طنجة على المستوى السياحي، نأمل أيضا أن نكون يعني فاعلين على هذا المستوى، فاعلين على مستوى التسويق لمدينة طنجة ثقافيا سياحيا اجتماعيا أيضا. لما لا نرحب بجمهور مهرجان طنجة الدولي للشعر طيلة هذه الأيام الثلاث. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.